رهان او الرهان حرام، يعني مش عارف اقول ايه، ولكن في ناس بتقول لي يوم الجمعه جمهور الاهلي هيبقى قد ايه في المدرجات. انا متاكد عندما تراهن، عندما تراهن على جمهور النادي الاهلي عمرك ما هتخسر رهان ابدا ابدا ابدا. وشفنا كده كتير، وانا كل مره بقول الكلام ده، كل مره بقول هذه الامثله يا جماعه. جمهور الاهلي ان شاء الله 50,000 متفرج يوم الجمعه في المدرجات ان شاء الله، لانه صدقوني ال 50,000 دول هيخلونا 22 لعيب للاهلي فقط، مش 11 ضد 11، لا، اللعيب ال 100% بتاعته اللي عايز يأديها بيبقى 200% بوجود حضراتكم، بوجود 50,000 متفرج يبقوا موجودين في المدرجات. انا يعني انا ما عنديش اي شك في هذا الامر، كل حاجه بتتحل اذا كان هناك بعض الامور، كل حاجه بتتحل، مفيش حاجه ما بتتحلش بالمناسبه، ولكن دي حاجه، وحبي لنادية ووجودي في المدرجات حاجة تانية. أنا من الناس اللي بصراحة ما بعرفش أروح أتفرج على ماتش الأهلي في المدرجات أو ماتش المنتخب مصر مهم جدا في المدرجات، ما بعرفش، ما بقدرش، بحب أقعد في مكان وأبقى لوحدي كمان غالبا، يعني في أغلب الأوقات، أو صحابي القريبين جدا يبقوا حواليا، لأنه الموضوع بيبقى صعب علينا. الواحد وهو بيلعب كان يعني الأمور كانت أحسن كتير، فعشان كده بقول لحضراتكم 50,000 متفرج موجودين ان شاء الله يوم الجمعه. ده انا ما ده ما فيهوش يعني لا يوجد نقاش في هذا الامر. في حد بيسالني يعني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، خدوا بالكم، خدوا بالكم من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، هتشوف. ما هو دلوقتي اصبح عايزين نشوف الفرق ما بين ده وما بين ده، ما بين الجمهور ده. جمهور النادي الاهلي ملوش زي، حتى لو ايه، جمهور النادي الاهلي ملوش زي. روح الفانيلا الحمراء ودعم الجماهير هي دائما كلمه السر في كل البطولات اللي اتحققت خلال السنين اللي فاتوا، من اول 1907 لغايه دلوقتي، لغايه 2024. كل البطولات اللي اتحققت بحاجتين، روح الفانيلا الحمراء، التريق اللي عايز يتريق يتريق من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وحضراتكم، او الاول حضراتكم وروح الفانيلا الحمراء من 1907 لغايه دلوقتي. انا متاكد ان احنا ان شاء الله يوم الجمعه القادمه هنكون على موعد مع كتابه التاريخ، وفي ظهرنا 50,000 متفرج موجودين في المدرجات بيدعموا فريقهم علشان نصل الى المباراه النهائيه. وصلنا دلوقتي لفقره اخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف اخر الاخبار على الساحه المحليه والعالميه، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل النجم الكبير كابتن ماهر همام والنجم الكبير كابتن محمد حشيش في ضيافة البيت الكبير.